يا جماعة خدوا بالكم من الهدايا اللي بتيجي لولادكم، خاصة في أعياد ميلادهم. الناس دي بتفتح الهدية أو اللعبة، اتضح إن في خياطة كده بلون غريب، فشكوا في الأمر، ابتدوا يفتحوا اللعبة. هنشوف دلوقتي هيلاقوا ايه. خدوا بالكم عموما من أي حد بيدخل بيتكم وحياتكم، خدوا بالكم من الناس اللي هي بتضحك في وشكوا، في باطن الأمر شيء تاني. شايفين الإشعار شكله مقزز جدا، وعلبة مقفولة هيحاولوا يفتحوها. شايفين لاقين ايه جوه؟ كيس اسنان ودروس حيوانات. شوفوا يعني ده نوع من انواع السحر والعياذ بالله. شايفين الاذية والناس المؤذية في حياتنا، خلوا بالكم.